صباح الخير عن جديد مشاهدينا، رح نبدأ أولى مشوارنا الصباحي مع فقراتنا ومع العديد من الظواهر الفلكية يلي شاهدناها خلال شهر رمضان المبارك، وأبرزها كان كسوف الشمس يلي كتر الحديث عنه والتساؤلات والشائعات، وكمان قبل بأسبوعين شاهدنا الخسوف. أكيد رح نتحدث أكثر مشاهدينا عن هي الظواهر وتأثيراتها على التقويم القمري وما أبرز الظواهر القادمة. أكيد تفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير دكتور. صباح الخير هاي، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير رشاك العام، وانت بألف خير، ومشاهدي الإخبارية بألف ألف خير. عيد فطر سعيدة عليكم. شكرا. يا رب. آمين يا رب. دكتور صباح الخير، بداية عاد عليك بالخير والصحة مع هدول المطرات الحلوة. شو القصة اليوم؟ يعني الناس بدها تعيد، فاجأنا بالأجواء اليوم، رجعنا للشتوية. عندنا الشتوية من أول. تمام. خلينا بداية بعد ما عيدنا عليك، إن شاء الله هذا المطر يكون خير أكيد علينا. روح لي لهلال العيد اليوم، كيف اشتغلتوا عليه؟ شو كيف كانت طقوسكم؟ أكيد اليوم كان في أجواء كثير حلوة عشتوا ضمنا يعني. والله يا رشا هايدي، كنا نحن رمضان السنة هذا تحديدا كان مليء ذاخر بالأحداث الفلكية والظواهر الفلكية اللي فعلا شغلتنا بشكل كتير كبير خلال شهر رمضان. للأمس يعني فجرا لحتى انتهينا شوي من دراسة ومراقبة سواء الكسوف يلي كان عم يشهده الأرض يوم الاثنين 8 نيسان، أو الخسوف، أو حتى كمان يعني هلا بدنا نحكي عنه مذنب عم يمر بالسماء. في عدة أحداث وعدة ظواهر فلكية يمكن الناس ترقب أكثر شيء هو هلال شهر شوال المبارك. مثل ما ذكر التقرير أنه عيد الفطر مرتبط بهلال شهر شوال، ونحن في دول بلشت رمضان يوم الاثنين، وفي دول بلشت رمضان يوم الثلاثة. فكان عندنا بالنسبة لنا كجمعية فلكية سورية يومين للالتماس، يلي هن كان يوم الأمس يوم الثلاثة للأربعة ويوم الاثنين للثلاثة. فيومين كانوا كتير حالة نشاط. بالفعل أمس كان غايم، كان في أمطار الصبح، لكن وقت الغروب إذا انتبهتوا من الساعة 6 للساعة 8 فقط صحيت الدنيا شوي. صحيح. كانت فرصة ولا أروع لأنه نصور ونرصد ونستمتع بهلال شهر شوال. إذا مبارح بالأمس بالضبط صورنا الهلال اليوم الأول لشهر شوال، وبالفعل اليوم كان أول أيام عيد الفطر، سواء حسابيا بالحسابات الفلكية أو من خلال الرصد الفلكي يلي سائبت مع مثل ما تفضلتوا بظاهرة فلكية مهمة جدا يلي هي الكسوف. الكسوف رشا هايدي هاي السنة أنا بعتبرها هدية، هدية للفلكيين، لأنه الكسوف هي لحظة الاقتران لما يكون القمر ما بين الأرض والشمس يحدث الكسوف، أي أن القمر يحجب أشعة الشمس عن الأرض. طيب كثير حلو رشا هايدي، اللحظة اللي بيطلع فيها القمر من لحظة الكسوف، يعني ذروة الكسوف، خلصت ذروة الكسوف، اللحظة التالية هي ولادة الهلال. فإذا كانت ولادة الهلال مشاهدة لكل الدول بالعالم، وهذا خلى يوم الأربعاء اليوم عيد فطر ل 99% من دول العالم، إذا ما قلنا كلها، كل الدول اللي يعني من الحالات النادرة بصراحة أنه كلهم يجتمعوا على يوم عيد واحد. شو سببه؟ كان الكسوف يلي كان ظاهرة فلكية كتير مهمة. إذا رجعنا لورا قبل 15 يوم كان عندنا خسوف. صحيح. الخسوف لا يحدث إلا إذا كانت الأرض ما بين القمر والشمس، فالأرض بتحجب أشعة الشمس عن القمر، ولا يحدث إلا إذا كان القمر بدرا تماما. حلو، بنص رمضان بدر تماما، بآخر رمضان كسوف، يا سلام. إذا تحدد النص وتحدد النهاية، فكان رمضان بالنسبة إلنا هاي السنة كتير سهل، موحد. صحيح. جامع. يعني بهذا الشيء بيعطينا فرحة أكبر، وبالذات أنه كمان تاني يوم قدرنا نصور الهلال ونشوفه بالتلسكوب ونشوفه بالعين المجردة، لدرجة أنه آخر شيء صرنا يعني ولو مزحة صغيرة أنه صرنا ناخد سيلفي مع الهلال، يعني ضل وقت ساعة تقريبا. حلو. فاستمتعنا بطريقة يعني آخر شيء إنه الهلال خلاص كتر خيرك. روح إذا خلصنا. خلصنا. فكان جامع لكل الأفكار لكل الطرق برصد الهلال. كانت فعلا ميزة كتير 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 مهمة وحلوة كتير. الكسوف طبعا حدث بالولايات المتحدة الأمريكية، بكندا، بغرب المكسيك، لم يشاهد في منطقتنا العربية نهائيا، لا جزئي ولا كلي. بدأ الساعة 6:30 مساء من غرب البرتغال، من غرب أوروبا بالبرتغال، استمر باتجاه المحيط الأطلسي، وكان زروته بولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغرب المكسيك. كان الكسوف كليا الساعة 21، يعني 9:23 دقيقة اللي هو موعد الهلال
بعد غروب يوم الاثنين، بعد غروب شمس يوم الاثنين، ثم انتهى حوالي الساعة 11:30. يعني مدة الكسوف بشكل كامل كانت 5 ساعات و38 دقيقة، مدة الكسوف الكلي كانت 4 دقائق و26 ثانية فقط. يعني لم تغرق الأرض بظلام دامس لمدة 3 أيام كما أشيع، لم يحدث زلازل أيضا كما أشيع. نحن كثير نوهنا على النقطة، يا لطيف يا رشا وهايدي شو تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا الكسوف راح يسبب زلازل صحيح. ما صار شيء، وبراكين ويا خوفي كانوا كمان يطلعوا لنا قصص ثانية، ما صار شيء إطلاقا، مرد كسوف بسلام. كان ميزة هذا الكسوف شغلتين، الأولى أنه عدد الناس، العدد الأماكن المأهولة اللي مر فيها كتير كبيرة، وبالتالي عدد المشاهدين له كان كتير كبير. واحد، لن يتكرر هذا الكسوف بنفس المكان إلا عام 2044، لن يتكرر كسوف كلي إلا عام 2027، لن نشاهد في سوريا كسوف جزئي إلا بعام 2027، حيكون بسيط، لن نشاهد في سوريا كسوف كلي، وهذا الكلام سجلوه علي الله يعطيكم ويعطينا طولة العمر، إلا ب 30 نيسان. 30 نيسان الساعة 1:46 ظهراً بعام 2060. يعني سبحان الله دكتوري، شهدنا الخسوف والكسوف خلال شهر رمضان المبارك، يعني يمكن حادثة نادرة اليوم. حكينا عن الكسوف، خلينا نوضح كمان الخسوف دكتور. تمام، الخسوف طبعا كان للقمر، القمر يمكن مشاهدة الخسوف طبعا بالعين المجردة، هو يحدث للقمر لما يكون القمر بدر. كان الخسوف شبه ظل، أي أن القمر مر بظل الأرض بمنتصف شهر رمضان المبارك تماما. هذا الخسوف أيضا لم يشاهد في منطقتنا. إذا الكسوف والخسوف لم يشاهدا في منطقتنا، سيتكرر الخسوف والكسوف، الخسوف ب 18 أيلول 2024، الكسوف ب 22 الأول عام 2024، وأيضا هذول الاثنين لن يشاهدوا في منطقتنا. إذا هالظاهرتين بيتكرروا هذا العام مرتين بمرتين، لكن للأسف ما لنا محظوظين لعام 2027. لكن رافق الكسوف والخسوف يلي زود الإشاعات كم الإشاعات، هو مرور مذنب اسمه بونز. هذا المذنب سموه للأسف الشديد اسم مذنب الشيطان لحتى يحملوه ما لا يحمله. هذا بعشرين نيسان، يعني بعد حوالي 10 أيام، إذا هذا المذنب حافظ على طاقته، حافظ على تألقه، رح نشوفه بالنهار بالعين المجردة. يعني حنشوف شيء عم يمشي بالسماء لمدة 2 يومين، منظر ولا أروع. يعني هذا يمكن لا يتكرر بعمر الإنسان، إذا قلنا مرة واحدة بيكون كتير خير. فهذا المذنب رح يكون مشاهد بالعين المجردة إذا استمر. الآن احنا صورناه بالتلسكوبات وتابعناه ودمنا ندرسه بشكل كتير كبير وهو عم يتفتت. وكمان 12 نيسان عنا كمان فعالية مهمة جدا، اللي هي الاحتفالية العالمية بارتياد الفضاء، بوصول البشرية إلى الفضاء. لأنه ب 12 نيسان عام 1961 كان أول إنسان في الفضاء يوري جاجارين من الاتحاد السوفيتي، وفتح الباب على مصراعيه لانتقال الإنسان من الأرض إلى الفضاء. يوري جاجارين ب 12 نيسان عام 1961، ب 12 نيسان 2024 رح يكون اليوم العالمي للرحلات الفضائية. ونحن هذا اليوم كمان بنعرف على أهمية ارتياد الفضاء، كيف نصير رواد فضاء، كيف بياكلوا رواد الفضاء، كيف بيعيشوا رواد الفضاء، كل هالقصص يلي بيحبوها الشباب والأطفال بشكل كتير كبير. طيب دكتور، خلينا نروح للكسوف وتأثيره على، صار في إشاعات كتير صحيح. يعني صار في أنه ممكن يصير زلزال، ممكن يصير تأثيرات على الطاقات البشرية، وصار كمان علماء التنجيم كنا عم نقول ما كتير بيحبوا أحيانا المعلومات العلمية لأنه بيكون في تعارض بالمعلومات صحيح. أنه كان في تحذيرات للناس، في طاقات بدها تروح هد وإلى آخره، شو هي أهم التأثيرات اللي علمياً دكتور؟ تمام، بكل بساطة نحن شفنا بحياتنا مر يوم الكسوف، كنا بالعكس كنا سعيدين عم ترقب هلال شهر شوال، فمر بسلام، وبالعكس الناس كلها كانت بحالة فرحة لأنه عم ينتظروا عيد. فهذا وحاله دليل انه كل هالاشياء وشيع عن الكسوف غير صحيح. التاثير فيما بعد انه على اساس وحتى ان شاء الله يعني. في فيما بعد ما حيكون هالتاثير، لكن في نقطه كثير مهمه لازم نركز عليها، انه لما يكون الشمس والقمر على خط واحد بتكون الجاذبيه قصوى، فبيمارس القمر والشمس عمليه مد وجزر على مياه البحار والمحيطات. جسم الانسان جزء منه كبير سائل دم، وبالتالي هالعمليات المد والجزر بتتمارس على مياه البحار والمحيطات تمارس على جسم الإنسان. مشان هيك في بعض الناس يلي عندهم مشكلة بضغط الدم
بيلاحظوا حالهم انه وقت الكسوف او لما يكون القمر بدر بشكل عام بيحسوا حالهم ما لهم مرتاحين. اللي عنده ضغط دم مثلا مرتفع، اللي عنده ضغط دم منخفض بالعكس ضغط الدم بيسحب الدم اكثر، فبيحس حاله مرتاح كثير مرتاح زياده فعلا. هذا من حظه اجت القصه تماما من حظه. اما اللي عنده ضغط دم مرتفع لا بالعكس بلاقي حاله معصب. مشان هيك رشا هايدي ولو طلعت شوي على الموضوع افلام الرعب تبع المستذئبين ما بيصير الا لما يكون القمر بدر لارتباطه بهالظاهره العلميه. والناس اللي ضغط دمها طبيعي ما كثير بتتاثر بحاله الكسوف والخسوف. اذا عمليه البدو الجزر هي التي تؤثر على الانسان وعلى مثل ما تفضلتي رشاد نفسيه الانسان. صحيح. اما موضوع الحظوظ والى اخره اساسا الكسوف لم يكن في سمائنا لم يظهر في خارطتنا اذا بدنا نحكيها بهالطريقه، طلع بمكان بعيد عنا. ظهر الكسوف بوقت كان عنا ليل وعندهم نهار وبالتالي ما نحن اساسا ما استفدنا منه غير بقصه انه فعلا خدمنا خدمه بدايه الشهر الهجري لكل الامه العربيه والاسلاميه. هلا هي الخدمه رشا هايدي يلي يعني بيشعر فيها يعني كثير الى نقطه مهمه انه الام يعني نحن بدخول رمضان مو كل الدول دخلت سوا بصراحه. اما تخرج كلها سوا هذا كان روعه. فالكسوف نحن كثير اعطانا طاقه ايجابيه لانه شعرنا انه هذا الكسوف ريحنا وحمل عنا عبء كثير كبير يلي هو عبء دخول شهر شوال المبارك، التماس هلال شهر شوال ودخوله. كثير الكسوف ساعدنا انه حتى بسوريا يكون الموضوع دقيق جدا جدا حلو. جدا مضبوط جدا، ولدرجه انه كنا متشجعين انه قلنا قبل بوقت معطيات الهلال وانه يوم العيد بهذا اليوم. ليش؟ لانه كان الكسوف كاشف لكل شيء بالنسبه للهلال. يعني في معلومه شفتها على الفيسبوك نتاكد من صحتها من حضرتك دكتور محمد، يعني شفنا شهر رمضان اجى باجواء بارده خلال شهر اذار، ويعني حسب دراسات فلكيه انه رح يجي بعد 18 سنه اذا ضلينا بخير بالصيف، ما عاد يجي الا بعد 18 سنه بس. طيب شو صحه هيدي المعلومه؟ 100% صحيحه. هلا نحن كل ما عم نقترب هلا الشتاء تماما بيقدم. رمضان الجاي بالشتاء خلص يعني رمضان الجاي اخره ببدايه الربيع، اخره رمضان اللي بعده الشتاء، فبدنا يكرر بقى 18 سنه لحتى يطلع من الصيف يرجع للخريف يرجع للشتاء. ففعلا يعني عندنا بقى هلا فتره خلينا نقول 18 سنه كل ما عم ندخل للشتاء، يعني كل ما فتره الصيام عم تقصر. السنه كانت صحيح السنه يمكن خلينا نسميها كانت نسبيا من هون ل 18 سنه اذا الله اعطانا واعطاكم طول العمر هي الاكثر حراره بالنسبه للصيام، كل ما لا عم ترجع لورا. يعني السنه الجايه حيكون بدايه رمضان بواحد اذار فبيكون 21 اذار اللي هو الاعتدال الربيعي باواخر رمضان، اما السنه بعدها خلاص دخلنا بشباط، فصرنا بشباط بدايه شهر رمضان المبارك فطلعنا تماما للشتاء، وهلا نحن دخلنا كمان لا تنسوا بالربيع، يعني على الاجواء اللي عم نشوفها المتخبطه هي اجواء ربيعيه، نحن بفصل الربيع الاعتدال الربيعي كان ب 21 اذار، فنحن دخلنا الان فصل الربيع اللي عم نلاحظ التخبطات فيه بين شوب كثير 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 وفجاه مطر وبرد كثير كثير كثير، ما في حل وسط. سريعا دكتور كيف حتكون الاجواء بالايام القادمه؟ هل هذا التاثير حيبقى؟ تمام كثير حلو. حسب تقرير المديريه العامه للارصاد الجويه وحسب الدراسات العلميه اليوم رح ينتهي هذا المنخفض، فغالبا بقى ان شاء الله باذن الله بكره وبعد بكره رح يكون الاجواء جميله جدا ربيعيه. رجعنا لقصه النقل النوعيه من قمه المطر لقمه فصول الاربع عشر معنا دكتور، فغالبا بكره وبعد بكره في ارتفاع ان شاء الله كرمال الاطفال، يعني ان شاء الله هدول الايام يكونوا هيك حلوين عليهم هنن الفرحه يعني لإلهم اكثر شيء. صحيح مثل ما تفضلت هيدي من اول يوم بيجمعوا العيادي مشان يصفوها ثاني يوم ثالث يوم. اليوم جمعوهم بكره الطقس حلو مثل ما عم يقول دكتورنا بكره ببلش. شكرا دكتور لحضورك اليوم. بدي ارجع عيد عليك كل عام وانت بالف خير. اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وانت بالف خير رشا، كل عام وانت بالف الف خير هيدي، وكل عام وطاقم الاخباريه السوريه بالف خير. اهلا وسهلا فيك دكتور نورتنا. اهلا وسهلا.